السلام عليكم، مرحبا بكم العائله الزينه تاعنا. اليوم عندنا واحد لوشون مراكوشي بالك شفتوها وتعودتوا عليها، بصح الخطره زدنا لها موديفيكاسيون. فوالا هذه لوشون مراكوشي اللي اسمها روزا، راهي مخدومه كومبليتوم، مصنوعه كامل بالكامل بخشب الاحمر اللي هو لو روج. فوالا شوفوا التصميم تاعها بزاف شباب، سيتو هذاك الكادراج تاعو لهنايا اللي راهي جايه على شكل اشجار. شوفوا تبان لكم اشجار فورا اشجار، يعني تصميم تاعها شباب شباب بزاف لايف لاين. كاين بزاف ناس حبوها، على هذا عندنا نجمعكم هذه روزا، بصح زدنا طورناها شويه سموها روزا بيس. فوالا هذه روزا نشوفوا لارمار تاعها اللي راهي جايه بسعه تاع ثلاثه لي بورت كوليسونت، يعني ثلاث ابواب منزلقه وتجي بابعاد تاع 230 سنتيمتر، يعني 2.30 متر من العرض تاعها، والارتفاع تاعها راه فيها 2.10 متر، يعني 2.10 متر ارتفاع تاعها. فوالا نقدر داري كي نضربو طله الفوق نشوفو بلي عندها 3 سبوت الفوق يشعلو بالاضواء اللي هي في الليل. فوالا حاجة تبارك الله. نضربو طله الخارج وين نلقاوها وبالفينيسيون الدوري تاعها، يعني هادوك الروتوشات الذهبية ولا هنايا راهم كاع بليلات. وشوفوا شوفوا هذيك لابورت تاعها في الوسط وين جاي التصميم تاعها، يعني تصميم بزاف شباب، يعني عطاكم نظره ماشي تبان لكم بورت عاديه، تبان لكم شغل داخله مع لابورت الدوزيام. لي بورت هادو جامدين. فوالا هذه بالنسبه للتصميم الخارجي. ثاني تشوفوا هذه الجهه الوسطانيه راهي بزجاج، بزجاج من فوق وزجاج من تحت. فوالا هذه بالنسبه للتصميم الخارجي تاعها من برا. فوالا نشوفوا نضربوا طله الداخل نلقى عندنا 1 2 3 4 لي زيطاجير افيك لو بات، واللي 5 لي زيطاجير على الجهه اليمنى واليسرى. اما بالنسبه للجهه الوسطى وين نلقاوها كما تعودتوا دائما بالايطاجير في الوسط واسباس بوندري في الداخل، يعني بور ترانك مساحه تعلق باش تعلقوا حوايجكم، ودرج كما نشوفوا الفوق. فوالا هذه بالنسبه للجوانب كما نشوفوا الجانب الايمن والايسر والجانب الوسطاني. فوالا هذه بالنسبه للارموار تاعنا اللي راهي ثاني ماهيش مرفوده بزاف على الارض، راهي ملتصقه بالارض. فوالا نضربوا طله دوكا على لاكوفيس تاعها، ملي نشوفوا لاكوفيس تاعها ماهيش تختلف بزاف بزاف على الموديلات اللي راهم عندنا، اللي هي اللي فيها هذاك التيروار اسباس ماكياج، يعني الدرج منزلق باش تحطوا فيها اغراض ماكياج، وراهي بمرآة كما نشوفو كبيرة. فوالا هذه راهي في الجهة اليسرى، الجهة اليسرى ثاني نلقاو بلي فيها قاعدة زجاجية بلوفر غالاكسي نوار بهذاك الزجاج الأسود، وكاين درج منزلق كبير من التحت راهي بالموتيف تاعها، هذيك الروتوشات الذهبية بلا ما نساو هذوك لي بوني الشابين تاعها. فوالا نزيدو نشوفو ثاني كاين زوج أدراج منزلقة راهم فوق هذوك الزوج في هذاك الدرج الطويل، و راهي قاعدة زجاجية مرآة صغيرة شوية. فوالا البعد تاعها راهو فيه من لهنا متر وتطلع ب 1.60 متر. فوالا نشوفو دوكا لولي تاعها قبل ما نشوفو، نشوفو الفراش تاعها قبل ما نشوفو لي طاب دو نوي وين نلقى الفراش، راهو جاي لا تاتولي تاعو الكابيطوناج وهذوك الازرار البوطون كريستالات، وفي الوسط راهي تخلو لهنايا تصميم شباب وبهذاك الاضاءه الليليه تاعها بهذاك الموتيف تاعها. فوالا هذيك اللي راكم تشوفوها في الوسط هذيك راهي تشعل بالضوء في الليل، تعطيكم نظره شامله على لا شومبرا كوشي. فوالا بالنسبه للسعه تاع الشومبرا كوشي هذيا، السعر تاعها راهو يرفد 190 على 160 سنتيمتر، يعني تاع دو بلاص. ونشوفوا ثاني البتي دوسي تاعو، هذا يكون الكون دوسي، هذا البتي دوسي راهو يجي بلاصيز يعني تقادو فيها، وتقدر ثاني واش تكون تعطيكم مساحه تاع تخزين الداخل، حاجه تبارك الله. فوالا اضافه على هذه المساحه تاع التخزين اللي راهي هنايا، نزيد لكم معاها دو سوني كوفري تاعنا دائما مع لي شومبرا كوشي تاع مبنيني، نزيدو معانا دائما عندنا هي لو سومي كوفري بلومونتيسور هذاك. نزيدو نشوفو دوكا مع الاخير، في الاخير لازم نكملوها بحاجه صغيره اللي هي لا طاب دو نوي اللي راهي
ماشي ملتصقة مع الولي راح يجيب هذاك لهنايا. هذه هي الميزة تاعها بالولاد كيما انا نشوفو قاعدة زجاجية وتيروار تيليسكوبي بليبي بلاستيك سوليد 50 سنتيمتر. كل هذه هي كومبلي تلقاوها في شومبرا كوشي واحدة لي اسمها روزا بليس بسعر 13,500,000 مع خدمة النقل وتوصيل حتى باب المنزل. ما تنساش بلي رانا بالقليعة ولاية بازا مقابل المدرسة الوطنية الضرائب.